فانا عايز اقول لحضرتك يعني شيء غريب. وبعدين هم بيحكوا بقى ليه؟ لان هم ناس يعني تقديرهم لذاتهم منحط. يعني هو على الرغم ان هم معاهم فلوس وهليبه وعامل قطر عامله لهم شركات ويعني كل حاجه، الا ان هو تقديره لذاته ان هو رجل وضيع او ان هو تقدير متدني. فما بيقعد مع شخصيه زي ياسين اقطاي ينبهر، لازم يحكي لي يقول لي انا قاعد مع ياسين اقطاي. قاعد خلاص، قعدت مع ياسين اقطاي، ايه المشكله يعني؟ يعني مين عادل راشد؟ عادل راشد، عادل راشد ده كان ماسك الـ ما يسمى بقى، عارف الـ اما بيعملوا نكته او هزليه، هزليه الـ البرلمان ده كان ماسكينه ياسين اقطاي اهو، زي ما يقول لنا الست المتشار، قاعد مع عصابه الاخوان الارهابيين في تركيا اهو في مكتبه، شايفين كل او جزء كبير من عناصر التنظيم اهو مع عصابه التنظيم الارهابي الارهابي هيثم غنيم وعدد من عناصر الجماعه والتنظيم الارهابي المطلوبين للعداله. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. عادل راشد ماسك ممسكينه قال ايه؟ اللجنه التشريعيه لبرلمان العصابه. تمام؟ ده اللي قدامنا ده؟ ده عادل راشد. تمام؟ لكن اثناء وجودي في قناه مكملين في احد اللقاءات كانوا اعلنوا ان في يعني زي حاجه معموله متفبركه ضد مصر. فكانوا قالوا احنا منتظرين اللي هيجيبها لنا وهيسلمها لنا عادل راشد. احنا منتظرين عادل راشد علشان هو اللي هيجيب لنا الحاجه اللي هي متفبركه للاضرار بمصر. تمام؟ طب هيجيبها منين؟ مسكته. طب يعني مصدرها منين؟ طب هو هتجيله يعني هتجيله ازاي؟ هو بيستلمها تقريبا بيدوها له قبل ميعاد الهوا بوقت، يعني هو جاي في الطريق فبيعدي، فاكيد يعني في سلاسه في التواصل والتعامل واداره هذه ما بين المخابرات التركيه وعناصر الاخوان. يعني هو ممكن يستلمها من ياسين الاقطاي، يروح هيعدي عليه في مكان ما ياخدها منه ويطلع على قناة. معلش الكلام ده مهم قوي، حضرتك بتقول لي الحاجات اللي بيتم فبركتها للاضرار بمصر تذاع في هذه القنوات بتيجي من مخابرات تركيه الى عادل راشد، وترجيح حضرتك انه ربما ياسين اقطاي. اعتقد ان هو اللي بيسلمها له ياسين اقطاي، وربما يكون في تواصل مباشر. يعني ربما لكن اللي بيجيب الحاجات اللي هي مفبركه دي عادل راشد. عادل راشد هو اللي بيديها للقنوات. هو اللي بيديها للقنوات. وبتكون بمعرفه المخابرات التركيه. اكيد. اكيد. اللي هي تسجيلات مثلا صوتيه وحاجات كده مثلا. بالظبط. هي دي. الحاجات المتفبركه اللي هي دايما بتستخدم لتشويه مؤسساتنا. الدوله. تشويه الدولة، بتستخدم للايه؟ خفض الروح المعنوية، يديك ايحاء بقى يعني ان هم مخترقين مؤسساتنا. ده عشان يرفعوا اولا الروح المعنوية للاخوان، وعشان يخفضوا الروح المعنوية عندنا. فحضرتك ده لكن حضرتك دي حاجات بتقول معلومة مؤكدة. انا بقول معلومة مؤكدة. دي بيتم فبركة الكلام ده وارساله لي او ارساله لي هذه القنوات من خلال الارهابي عادل راشد. من خلال عادل راشد. عشان يذيعوا الكلام ده. علشان يذيع الكلام ده. وطبعا الجو النفسي يعني وانت قاعد بتحس ان هي حاجه متفبركه يعني. بعد ما بيعملوا الحاجات الفبركه بيقولوا ايه؟ يعني هل هم فاكرين انهم مثلا هيوقعوا مصر بشوية كلام فارغ يعني، أو فبركة أو شائعات أو كذا؟ هم فاكرين كده يعني؟ طبعا. فاكرين البلد دي مثلا مش عارفين البلد دي قوتها إيه وشعبها إيه ده هم ومؤسساتها إيه؟ بيزرعوا قناعة داخل الإخوان. إيه اللي جواهم؟ الفكرة إن أنا هوقع مصر بشوية شائعات، إيه الفكرة؟ هم بيزرعوا داخل القواعد بتاعتهم. كل اخواني عنده عقيدة كده يعني، قناعة راسخة ان هو
ان الاخوان قادرين على اسقاط النظام في مصر، وان هو يعني الفئة المختارة او جماعة الرب او او شعب الله المختار، وان ربنا بيساعدهم، وان ربنا سبحانه وتعالى هيصنع المعجزات، هيديهم عصا موسى مثلا علشان يأتوا الى بيدخلوا الناس في قضايا غيبية، بيرجع الناس لقضايا غيبية. عصر المعجزات انتهى، احنا دلوقتي بعد انتهاء الرسل احنا دلوقتي في عصر الاسباب، في اسباب وفي قوانين كونية، محدش القوانين الكونية ديت غير مسموح باختراقها. هو علشان مش قادر يظهر امكانياته طبعا الضئيلة والضعيفة والمتدنية، فبالتالي بيحاول ان هو يثبت او يعني ياخد هذه القواعد او ياخد العناصر بتاعته ويديهم قناعة ان الاخوان لابد ان هم هينتصروا. وكمان ده في حاجة خطيرة جدا، ان هم بيحاولوا يقزموا المؤسسات بتاعتنا، يقزموا رموزنا، والكلام ده للأسف